السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي 24 ساعة رياضة في كل مكان، أهلا بكم. ديما مغرب، ملايين العرب وراكم، ملايين العرب بيقولوا يا رب قبل ساعة وربع من بداية الموقعة الكبرى، أهم مباراة في تاريخ المنتخب المغربي. ديما مغرب، أسود الأطلس، وراكم ملايين العرب النهاردة، كلنا بنشجع منتخب المغرب، كلنا ورا الأسود عشان يتجاوزوا إن شاء الله المنتخب الفرنسي. داخل أقول لكم التشكيل، داخل أقول لكم اختيارات المدرب وليد الركراكي، داخل أتكلم معاكم وندردش، يمكن نشيل التوتر شوية، يمكن نشيل القلق شوية اللي عندنا كلنا. كل الناس متوترة، كل الناس قلقانة النهاردة، يعني وكأنه المنتخب المصري هو اللي بيلعب. والله العظيم أقسم بالله أنا جسمي بيأشعر وأنا بتكلم عن المنتخب المغربي، لأنه حقيقي فخر لكل العرب. المنتخب المغربي بيقدم واحدة من ملاحم العرب في المونديال. يا رب إن شاء الله بإذن الله بعد ساعتين من دلوقتي أو بعد ثلاث ساعات من دلوقتي نكون هنا بنحتفل معاكم بصعود المنتخب المغربي لفاينل المونديال. وليد الركراكي المدير الفني للمغرب أعلن خلاص التشكيل الأساسي للفريق اللي هيلعب نص نهائي كأس العالم قدام المنتخب الفرنسي. الركراكي حط التشكيل المثالي، رجع له كام لعيب مصاب كده عشان يقدر يواجه الطوفان الفرنسي المتوقع، ويعني فرنسا كاملة ما عندهاش غيابات. لكن النهاردة تعالوا نتكلم فني شوية وتكتيكي شوية، وليد الركراكي هيلعب ازاي، هيعمل ايه عشان يقدر يكمل الحلم ويوصل للنهائي. خلونا نقول ان المنتخب المغربي من اول دقيقة في النسخة دي من كاس العالم قدر يقدم اداء مقنع، مفيش حد من الكبار قدر يوقفه، رغم ان طريقه لنص نهائي المونديال ما كانش سهل، يعني كان اصعب مواجهات مع المغرب، اسبانيا، برتغال، مواجهات صعبه جدا. المغرب كانت تعادلت قدام كرواتيا في اول مباراه رغم ان اسود الاطلس كانوا هم الاقرب للفوز. الماتش الثاني كسروا الدنيا وكسبوا بلجيكا، المصنف الثاني عالميا في الماتش يعني الاخير بقى عدوا منتخب كندا بسهوله شديده وصعدوا في صداره المجموعه. طيب دور 16 خبطوا على طول في واحد من كبار القوم، المنتخب الاسباني، التيكي تاكا المشهوره بتاعت اسبانيا وعدد كبير من نجوم منتخب اسبانيا، لكن رجعوا وعدوا منهم بعد ماتش كبير جدا وماتش ملحمي جدا على المستوى الدفاعي. تألق من ياسين بونو حارس المرمى في ركلات الترجيح ادى المغرب الافضليه. بعد اسبانيا عدوا من البرتغال اللي كانت ضمن المرشحين للتتويج اصلا بالبطوله بكل نجومها، بقى البرتغال بكل نجومها، رونالدو بعد هدف رائع يعني سجله يوسف النصيري، طبعا رونالدو وبرونو فرنانديز وطبعا كوستا واللعيبة كلهم الكبار بتوع منتخب البرتغال. التحدي المرة دي بقى مش سهل، مواجهة المغرب النهاردة قدام فرنسا حامل اللقب هتكون تاريخية للأمانة لأسباب كتير. أولا أن أسود الأطلس ما قدروش يكسبوا فرنسا قبل كده في خمس مرات اتقابلوا فيها، لكن دي المقابلة الأولى الرسمية في أي بطولة رسمية. المغرب في كل الماتشات اللي فاتت كانت بتلعب ودي مع فرنسا، ومع اختلاف المدارس الكرويه اللي قابلها يعني لعبوا باسلوب او بغض النظر يعني بيلعب مين بيقفل دفاعيا ودايما واقف ورا ودايما تسليم وتسلم في المساحات الضيقه وتدرج بالكره والخروج من منطقه الدفاع بتاعتهم بشكل كويس جدا لحد ما ينفذوا الهجمه المرتده المتقنه. طيب تشكيل المغرب النهارده قدام المنتخب الفرنسي بيقول ان الركراكي مش هيغير حاجه، بالعكس عودة رومان سايس اللي أصيب الماتش اللي فات بتدي دافع للمغرب، يعني بتدي تقل، بتدي قوة في خط الدفاع، لأن قدام البرتغال بعد خروج رومان سايس كان في خطورة كبيرة من الكرات العرضية حتى في وجود بدر بانون. في ماتش فرنسا النهاردة الركراكي هيعتمد على الهجمات المرتدة برضو مع تقفيل دفاعي بقى المرة دي قوي، خصوصا أنه بيمتلك أجنحة سريعة ومهارية، سفيان بوفال على الشمال، حكيم زياش على اليمين، والمهاجم يوسف النصيري. الناحية الثانية دفاعات فرنسا تعتبر من أسوأ دفاعات المنتخبات المشاركة في البطولة، لأن المنتخب الفرنسي استقبل هدف في كل ماتش لعبه لحد دلوقتي من أول دور المجموعات لنص النهائي. وهقف هنا شوية يا جماعة، يا رجالة المغرب، يا أسود المغرب، المنتخب الفرنسي سهل اختراقه، توصل سهل تسجل فيه، استقبل أهداف من كل الفرق، من كل الفرق، تمام؟ هو طبعا على عكس اللي هو الشق الهجومي عندهم قوي، لكن الشق الدفاعي عندهم ضعيف شويه. طيب
المنتخب المغربي رغم استحواذه القليل على الكوره لكن ما بيشتتش الكوره من منطقته بشكل عشوائي، بيقدر يخرج يتدرج بالكوره بشكل كويس، بيعمل مرتده مثاليه، ومع كده ما استقبلش شباكه لحد دلوقتي غير هدف واحد بس سجله مين؟ نايف اكرد في مرماه اصلا. يعني المنتخب المغربي ما تسجلش فيه او في شباكه هدف من المنافسين. إريك راكي علق على الانتقادات الموجهه لخطته وطريقته وقال ان الاستحواذ ملوش دعوه بنتيجه الماتش خالص، وواضح جدا انه مش ناوي يغير اصل الطريقه دي، وعنده امل زينا بالظبط ان المغرب تبقى في نهائي المونديال. خليكم معانا، تابعونا دايما على 24 ساعه رياضه. وعايز اقول حته فنيه سريعه، المنتخب الفرنسي سهل ضرب دفاعاته زي ما قلت، لكن صعب تطلع عليه بالكوره بشكل فني وجماعي بشكل كويس، لان هم الضغط العالي عندهم قوي. تشاوميني في نص الملعب مع رابيو بيعملوا صداده دفاعيه صعبه وصلبه، لكن لو وصلت لمنطقه جزائه تقدر تسجل. اه طبعا موجود اوجو لوريس حارس مرمى كبير جدا، لكن سهل تسجل وتخترق من فاران وخط دفاعه وسيو فرنانديز كمان، لان سيو فرنانديز بينطلق انطلاقات عكسيه بيبقى ظهره دايما فاضي، فحكيم زياش يقدر يستغل الفرصه دي كويس جدا. منتخب المغربي منتخب بدنيا قوي جدا، يقدر بفضل الله بفضل الله ان شاء الله ان هو يسجل ويقدر يحافظ على الهدف اللي سجله. يا رب دعوات كل العرب معاكم يا اسود الاطلس، باذن الله تحققوا لنا كلنا الحلم اللي كلنا بنحلم بيه النهارده في نصف نهائي المونديال. بسعد دايما بصحبه حضراتكم، وان شاء الله اقابلكم بعد مباراه المغرب وفرنسا، اشوفكم ان شاء الله في لايف اخر. كنت معاكم محمد ابراهيم، الى اللقاء.